في النهارين اللي فاتوا من دورة إنديان ويلز شهدنا برشا تأجيل المباريات بسبب الأمطار اللي قاعدة توقف في برشا ماتشوات، وذاك اللي خلى وانو اللي ماتش متاع الدور الأول تو ما كملوا، فما كان 3 ولا 4 ماتش مازالوا باش يتلعبوا الليلة في الليل، وفي نفس الوقت الليلة زادة باش تبدأ الماتشوات متاع الدور 32 دو فينال، يعني الدور الثاني من دورة إنديان ويلز. بون باش نحكيو دونك في الفيديو ده الجديد جديد الدورة، باش نشوفوا بعض اللقطات والصور بتاع أنس جابر، باش نحكيو شوية على الماتش الجاي بتاع أنس جابر والتوقيت بتاع الماتش. أكيد كما تراهم قايد الفوق، الماتش بتاع أنس بروغرامي في الكور نيميرو 2 با افون 3 زور دو ماتان غدوة الفجر، يعني نجمو نحسبوها الليلة مخر برشا والا غدوة الفجر احسن نحسبوها، خاطر تصور راهو بعد ما ثلث اقلها الاربعة، ربما الاربعة الخمسة نتاع الصباح ممكن وقتها يكون الماتش نتاع أنس جابر. اليوم زاد باش نجبدو على ميار الشريف والماتش نتاعها الاولاني بعد الاصابة، العودة بعد الاصابة وخسارتها قدام سلوان ستيفانس، باش نحكي لكم شوية شنو اللي صار في الماتش هذا. لكن قبل كل شيء ما تنساوش اللايك، والمتابعين الجدد اللي مازالوا مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات، مش كل ما نهبط حاجة جديدة يوصلكم أول بأول. الله الله، لما تكون مرتاحة وتلعب، لما تكون مرتاحة وتلعب. شوف شتي جديدة أنسي جابر فانسي ومن هاميني دينكوي والبني نبدأ دونك بالفوز الأخر. أخبار هي في الحقيقة مش اليوم، امبارح الحكاية. خبر عاجل هبط كونه سيمون أليب من المفروض باش تشارك في دورة ميامي ببطاقة دعوة. تبيع نعرفه بالكلاسمون ما تنجمش، خاطر هي توا أصلا خارج الترتيب العالمي بسبب توقيفها مدة طويلة، خلاوا أنه ما عندهاش نقاط بالكل، صفر نقاط، وبالتالي ما تنجمش تلعب وتشارك في الدورات القادمة بالترتيب نتاعها، لا بالترتيب لا بالتصفيات. دونك ديما ما تنجم تلعب كان بالبطاقات الدعوة، وذاك علاش البريود الجاي باش نراو انو اغلب الدورات باش توجه لها بطاقة دعوة، وتو تراو بشوي بشوي تو تعاود تدخل الكلاسمون مونديال وتو تلقاوها من هنا لاخر عام موجودة في على الاقل في التوب 20. دونك نورمالمون سيمون أليب باش تكون موجودة في دورة ميامي اللي باش تتلعب جوست بعد انديان ويلز. ايجالمون على هامش الدورة دبليو في تي وزعت بعض الجوائز على بعض اللاعبات، خاطر الجوائز متنوعه. باش نبدا انا بالطبيعه بأنس جابر اللي تهمنا اكثر، اللي تحصلت على زوج جوائز، جائزه الروح الرياضيه العام 2023 وجائزه خدمه اللاعبات زاد العام 2023. دونك زوج جوائز تحصلت عليهم، في حين ثم زوج جوائز اخرين مهمين باش نحكي عليهم. جائزه افضل لاعبه العام 2023 إيجا جيونتيك بحكم أنها كملت سيزون المرتبة الأولى العالمية، وكينوان زهانغ اللعبة اللي عملت أحسن بروغريسيون في العام في عام 2023. ثم شكون زاد خذوا جوائز أخرى متنوعة، هذوما الأهم هما اللي حكيت عليهم. نمشيو توا للميار الشريف ونحكيو شنو اللي صار في الماتش نتاعها. فريمون معناتها الميار عدت زوز فترات في الماتش نتاعها ممتازة ياسر. ديجا دخلت الماتش بقوة، بدات متقدمة 2-0، يعني كسرت إرسال سلوان ستيفانس دونتريا، تقدمة 2-0 وبعد ما تقدمت 3-1 وسكور 0-30 على إرسال ستيفانس، يعني كانت ممكن حتى تولي تقدم 4-1 سيرفيس سويفر. دونك البداية متاعها حطات امبريسيون قوية ياسر، وكانت تلعب بالكدافة في أول ماتش. الكرات متاعها كانت قوية وعميقة ودقيقة فريمون، معناتها بداية المباراة كانت ممتازة ياسر، لكن بعد تراجع برشا المستوى نتاعها، ما مولات بعد ما كانت متقدمة 3-1
ولات خاسرة 4-3 ولا 5-5 كونسويت، وفي الاخر خسرت ارسالها في اخر المجموعة وخسرت المجموعة بنتيجة 7-5. لكن الانهيار اللي صار لها بعد في بداية المجموعة الثانية هو اللي برشا كان غريب، ربما بسبب نقص الريتم، عندها مدة راهي ما لعبتش من دورة استراليا، اصيبت وقعدت ما لعبتش حتى لتوا، توا وين رجعت. دونك وصلت خاسرة 5-0، خسرت الارسال نتاعها مرتين ورا بعضهم، وصلت خاسرة 5-0 و 0-40، يعني 3 بال دو سات لستيفانس الارسال عند ماير شريف، يعني كانت باش تخرج بيكل. لكن في اللحظة ذيك كانت لقن من اللحظة ذيك رجعت في الطرح. هنا معناتها أنا قلت لكم بدوبيو كان ممتاز، تقريبا نهاية الماتش كانت ممتازة، لكن في الوسط رينا زوز وجوه الماير شريف. دونك نون سولمون منع 3 بال دو سات اي دو ماتش كاريمون ورا بعضهم، فكت الشوط هذاك وقتها، وبعد فكت ارسال ستيفانس وعاودت ربحت الارسال نتاعها، يعني وصلت 5 3، رجعت 5 3. طمعت برشا المتابعين نتاعها وانها باش ترجع في الطرح، لكن بعد في الشوط الموالي ارسال عند ستيفانس، ستيفانس من اول بال دو ماتش في الشوط هذايا سيتي لو كاتريام في الطرح الكل، دونك ربحت الطرح نتاعها، والنتيجه دونك نتاع المباراه كانت 7-5 6-3 الفايت سلوان ستيفانس. الله غالب، دونك هارد لاك بالنسبه لماير شريف، كنا نتمنى هو انها تربح الماتش هذايا وتقدم شويه في التورنوا، الله غالب مش كاتبه. نرجعوا دونك توا الماتش نتاع انس جابر، ملاحظه بعد عنا الريبريك نتاع شكوني انا، استناونا خلينا نحكيو شويه ساعه على انس جابر وبعد باش نشوفوا شكون اللعبه نتاع اليوم. دونك بالنسبه لانس جابر الطرح نتاعها كما قلت لكم بكري باش يكون في الليل مخر ياسر، في الحقيقه هو في الفجر نتاع يوم الغد. مبدئيا هما حاطين با افون 3 اور دو ماتان، لكن سي سور باش يكون بعد الاربع نتاع الصباح. دونك اللي يحب يتفرج ينجم يرقد على روحه يعمر المونجالا ديزون مع عمر 3:30 او كباين باين اون سي جامي، ويحط ويشوف لو كان لقى الطرح بدا يكمل تبع، لقى ما بداش يفطر يعمل حاجة كذا في انتظار يبدا الطرح. ملاحظة ثم اللي كتبوا لي وطلبوا مني ويسألوا فيا وين ينجموا يتفرجوا في الطرح، جاوبت برشا في الموضوع ده. انا بيرسونيلمون نتفرج ديما على الاورديناتور خاطر بطبيعتي نسجل لي ماتش، خاطرني هكا ولا هكا باش نسجلهم لي ماتش. دونك ثم عدة مواقع تعدي ماتش وات تنسى الكل، مش كان ماتش وات متاع اونس جابر، كما موقع تينيس لايف. انا راه ما عنديش الحق نحط الروابط سواء في وسط الفيديو ولا حتى في لي كومنتير، هذاك علاش ساعات تلقوني نحط الرابط وفي ساعه نحيه باش قبل ما يفيقوا به، خاطر سي انتردي عليا كريمو لي سيكونس فيديو والروابط الخارجيه، هذاك علاش هكا نقولهم شفويا وحتى الكتابه ما نكتبهمش. دونك المنافسه نتاع اونس جابر كما تو عرفنا الناس الكل هي فولينيتس لعبه تعرف تدافع، دونك ماهيش ريناها في الماتش نتاعها ضد ميرا اندريفا كيفاش ادو ريبريز في الشو في المجموعه الاولى وفي المجموعه الثانيه، ادو ريبريز كانت تكون متاخره وترجع وتفك المجموعه، ومام في المجموعه الاولى الى منعت كرات مجموعه تيبال دو سات منعتهم ورجعت في المجموعه الاولى. تلعب دفاع، تعرف تلعب دفاع، دفاع بالقداء، لعبت بجرينتا في الماتش الاول، كراتها مش قوية برشا، ما مهيش كلي كراتها صعيبة ترجع الكور إلى أسير في الطرح متاعها ضد ميرا أندريفا، ريتها الشيرش أسيري وتبروفوكي ميرا أندريفا بور فير ليرور باش تعمل الفات، يعني تخلي ميرا أندريفا تقلق وتعمل الفات في الأخر. ما هي باش تصنع الكورة ولا تحط كورة صعيبة على الادفيرسير، ما ريتش حاجة كمن هكاية. دونك لعبة دفاعية كيما برشا لاعبات معناتها دفاعيات، اونس جابر تعرف تتعامل بالطبيعة مع اللاعبات من عظومة، هي درواتير، صحيح اونس جابر ما لعبتش ضدها قبل بالكل، اما حسب ما ريت الماتش اللي فات، ديجا الماتش نرجع الماتش ميرا اندريفا وفولينات هذايا، ماتش كان سيء من زوز لاعبات، يعني زوز ما يستحقوا بصراحة، زوز ما يستحقوش يتأهلوا،
كان ماتش ريتم بطيء ياسر، كرات تحس الكرة كأنها تمشي برا لونتي، معناتها ياسر الريتم تاعهم بطيء، كراتهم ماهيش قوية. الاثنين زوز كيسيدي كي جوادو في الطرح هذاك، دونك اللي يهمنا احنا تو ما في فولينيتس يعني كراتها ماهيش صعيبة بالكرة، وما أكثر من هكا وقت اللي تجريسيها وتحط لها كرة صعيبة تروح اصلا ما تنجمش تخلط لها، يعني حتى في الرابيديتي الخفه تعطيها كره بطيئه تخلط عليها وتجيبها، اما باش تعطيها كره سريعه وقويه ما تجيبهاش. دونك ما نراش حتى خطوره من فولينيتس، رافي اونز جابر طونك تبدا بدنيا لاباس، معناتها ما فماش اشكال في ركبتها، وان شاء الله ما فماش اشكال خاطر ريتها في الماتش ديكزيبيسيون مع فيكيت شريتها مرتاحة تلعب، ما فماش مشكل، ما فماش قلق. دونك بحول الله ماتش ما فيهش مشكلة كبيرة، سي ماتش باهي للثقة وللعودة للانتصارات. ان شاء الله بركة انس تعدينا ماتش كبير، اولا تربح بالطبيعة، ثانيا تقنع في الانتصار متاعها، وان شاء الله حتى تربح بسكور باهي دو سورت وان وتاخو به النسق من غير ما تتعب برشا. بون شانس دونك الأنس جابر. بعد ما تلعبوا الأغلب الماتشوات متاع الدور الأول تقريبا ظهروا لي تابلو متاع 32 دو فينال، دونك باش نحط قدامكم لي كاتر تابلو باش تراو الماتشوات. أنا نرى ماتش جفيونتيك كولينز ماتش صعيب ياسر بالنسبة لجفيونتيك، كولينز باش تقلق جفيونتيك، ماهيش باش تكون لقمة سايغة في بالنسبة لجفيونتيك، كابابل باش تفكلها سات وعلاش لا متحققش مفاجأة بوسيبل. في بقية التابلو هذايا ثم ماتش كبير باش يكون ما بين فيكيتش وفاتسنياكي اللي حكيت عليها المرة اللي فاتت، والرابحة منهم ان شاء الله باش تتقابل مع أنس جابر في الدور القادم. ثم ماتش آخر زادا ممتاز جدا باش يكون ما بين أوستابينكو وكيربير، ماتش ننصحكم تتفرجوا فيه، ماتش حلو ياسر باش يكون. فوالا دونك هذا بالنسبه للربع الاول، هذوما اهم الماتشوات. بالنسبه للربع الثاني اللي على راس ريباكينا، فما طرح بوسكوفا وبوتابوفا باش يكون ماتش تريزيكيليبري ما بين زوز لاعبات مستوى متقارب وزوز لاعبات باهين يعرفوا يلعبوا بالقدا. وايجالمون الماتش ما بين برنارد بيرا الامريكيه وفوندروسوفا، برنارد بيرا قادرة باش تحدث مفاجأة وتطيح فوندروسوفا. في الربع الثالث اللي على رأسه كوكو غوف، كين وينز هانك شكون المنافسة متاعها مازال ما نعرفوش، خاطر ماني قلت لكم ثم كتر ماتش مازالوا ما تلعبوش وقت اللي انا نسجل في الفيديو هذايا، دونك مازال ما نعرفش ضد شكون باش تلعب كين وينز هانك. اما بالنسبة للماتشوات المهمين في الربع هذايا ثم برونزيتي كالينينا، ماتش يستحق المشاهدة، سامسونوفا وأوزاكا ماتش زاد أفوار، معناتها باهي نتصوروا ماتش انتريسون باهي ننصحكم باش تفرجوا فيه. أونفان دونك الربع اللي فيه بيغولا وفيه سابالينكا، سابالينكا زاد مازلت ما نعرفش يكون منافستها، أما الماتش بتاع بيغولا ماتش حلو باش يكون نورمالمون ضد لعبة ممتازة اسمها أنا بلينكوفا، ننصحكم تفرجوا فيه اللي نجم ويخلط حسب الوقت، ننصح به الطرح هذايا. ايجالمون الماتش ما بين زفيتولينا وسينياكوفا، هذا هو دونك بالنسبة لأهم الماتشوات متاع الدور الثاني من دورة انديان ويلز. وتوا نمشيو للروبريك تاع شكونيا. لعبتنا اليوم هي لعبة وكما لاحظتوا المدة الأخرى قاعد ناخذ في لعبات كبار فاندو كاريرا، باش تكون لعبة عمرها 36 سنة من عام 88 جانفي 88، لعبة غوشير، هي لعبة يسارية كما أغلب اللاعبات الريفير متاعها تلعبوا أدوما، عندها 14 لقب وتوتال، ومن كل 14 لقب بذوكم ثلاثة منهم جراند سلام، يعني لعبة عمرها 36 سنة وعندها ثلاثة ألقاب تاع جران شلام، وعندها ميدالية أولمبي، ميدالية فضية أولمبي، هكا ربما الانديس هذايا باش يعاونكم برشا. وصلت خسرت 18 فينال في لي ديفيرون تورنوا بالطبيعة، من ضمنهم خسرت فينال جران شلام
وفينال نتاع جو زولمبيك، خاطر عندها هي كما قلنا ميدالية فضية أولمبية. اللعبة ذي وصلت للمرتبة الأولى العالمية بالطبيعة، وقعدت أوتوتال باش نعطيكم الحسبة كاملة نتاع المرتبة الأولى العالمية 33 أسبوع، وهي الأولى عالميا لكن مش بشكل مسترسل، على ثلاثة فترات متقطعة. بالطبيعة هي من الجيل نتاع سيرينا ويليامز، ووصلت ربحت ضد سيرينا ويليامز بليزيور ماتش، ربحت ضد سيرينا ويليامز عدة مرات، مرتين منهم في فينال نتاع جراند سلام، يعني ثم دو تيتر جراند سلام ربحتهم قدام سيرينا ويليامز. ذول لي زانديس هذوما ساي عطاونا فكرة على اللعبة هذيا، وديجا كملت الصورة توا. اللعبة هي أنجيليك كربير اللي موجودة حاليا في دورة إنديان ويلز، واللي باش تلعب ضد أوستابينكو. هي ألمانية، أول تيتر جراند سلام ربحته كان في أستراليا عام 2016 قدام سيرينا ويليامز في ثلاثة مجموعات، ثم في نفس السنة وصلت الفين النهائي ومبلدون وخسرت ضد سيرينا ويليامز في زوز مجموعات، وديما في نفس السنة هي عام يعني عام 2016 تحصلت على لقب اليوس اوبن قدام كارولينا بليسكوفا في ثلاثة مجموعات. يعني عام 2016 اللي هو كان توب متاعها، وقتها هي ولت في المرتبة الأولى العالمية لأول مرة في الكاريير متاعها، وصلت ثلاثة نهائيات متاع جراند سلام، ربحت زوز وخسرت واحد. وبعد انتصارها في دورة أمريكا المفتوحة افتكت المرتبة الأولى العالمية من سيرينا ويليامز، وقعدت على رأس الترتيب العالمي مدة 20 أسبوع، يعني قرابة 4 إلى 5 شهور وهي على رأس الترتيب العالمي. بعد سيرينا ويليامز عودت فكت لها المرتبة الأولى العالمية، لكن عودت استرجعت المرتبة الأولى العالمية من سيرينا ويليامز لمدة 5 أسابيع في 2017، في ما بين مارس وأفريل 2017 عودت فكت المرتبة الأولى العالمية لسيرينا ويليامز، وقعدت كان 5 سمان وقتها. وبعد كالعادة عودت يعني قعدت كل فار والقطوسة وسيرينا ويليامز في البريود هذيك ما بين 2016 و2017، حتى لين المرة الثالثة وقت اللي افتكت المرتبة الأولى لسيرينا ويليامز كالعادة في بريود نتاع ماي جوان جويي تقريب، افتكت دونك المرتبة الأولى العالمية وقعدت شهرين دونك من ماي لجويليا يعني 8 أسابيع. لكن اللي فكت لها بعد المرتبة الأولى العالمية هي كارولينا بليسكوفا، وهكاك في الكاريير نتاعها قعدت 33 أسبوع توتال في المرتبة الأولى العالمية، بعد ما عودتش رجعت نيميرو أ مونديال بالكل. نقطة الضعف نتاع أنجيليك كربير كانت الأراضي الترابية. تيار عام 2016 اللي قلت لكم كان توب بالنسبة لها، وصلت ثلاثة نهائيات نتاع جراند سلام، فقط في دورة رولان جاروس ما عملتش بيرفورمانس. تيار باش تعرفوا اللي هي قداش ضعيفة في الأراضي الترابية، عامتها في دورة رولان جاروس خسرت من البرومي تور ضد لعبة مغمورة، لعبة كيكي بيرتنس خسرت ضدها من البرومي تور. دونك باش تعرفوا قداشها كانت تتقلق في الأراضي الترابية. ودايار في رولان جاروس أحسن بيرفورمانس عملتها هي ربع نهائي، ما نجمتش تعمل حاجة خير من الكاردو فينال. اللعبة ذي دونك بالطبيعة مازالت تنشط إلى حد الآن. البيت نوار متاع أنجيليك كربير هي فيتوريا أزارينكا، تقابلوا مع بعضهم 10 مرات، 9 مرات أزارينكا تربح ضد أنجيليك كربير، مرة برك هي ربحت. يعني عمليا كل ما تلعب ضد أزارينكا اعتبرها خاسرة، في حين هي تمثل عقدة الماديسون كيز، تقابلوا 11 مرة هي وماديسون كيز، فك 11 مرة هي تربح 9 مرات وكيز تربح مرتين. دونك عقدتها أزارينكا وهي عقدة ماديسون كيز. ولا هذه هي دونك لعبتنا اليوم، اخترتها اولا خاطرها موجودة في التورنوا هذايا، ثانيا بور الويروند روماج على الانجازات الكبيرة اللي عملتهم والكارير الكبير اللي عملته في المسيرة نتاعها. هكا نكونوا دونك وصلنا لنهاية الفيديو هذايا. نعاود نذكر ليلة في الليل مخر ياسر ديزون دونك غدوة الفجر بعد ما 3 نتاع الصباح أونس جابر تلعب الماتش نتاعها الاول في دورة انديان ويلز، بالتوفيق اذا للبطلة نتاعنا أونس جابر. ونشكركم انتم بالطبيعة على حسن المتابعة. كنت معكم مراد بالحاج من تونس، الى اللقاء.